ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاليا تقدير جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للدور الذي يطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما يؤديه من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ورحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بشأن إزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان بعدما كانت المملكة تصنف ضمن الدول الأكثر تقدما في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية. وتؤكد المؤسسة الوطنية أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التزام مملكة البحرين التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تحظى برعاية ملكية سامية، بالإضافة إلى توجيهات جلالته الدائمة لدعم وتطوير مجال حقوق الإنسان في المملكة والمبادرات الحضارية الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي. والمتابعة الحثيثة من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية بالتعاون مع مختلف الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وترى المؤسسة الوطنية أن ما جاء في التقرير من إشادة بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب ومشاركة المرأة الفاعلة في المسيرة الوطنية وجهود المملكة ومبادراتها الإنسانية العالمية في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام يعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.